عادي الوضع. الصوف انا بجيبه من الجراجي او الملايز الصوف القديمه، بعيد انتاجها بفرها، بعيد انتاجها بالبسط اللي انا بسويها او بالشناتي، لانه الصوف هاي الايام كلياته اكريليك، والصوف القديم هو عباره عن صوف 100%، يعني اغلب الجراجي انا بجيبها هي عباره عن صوف 100%، فهي ذات جوده عاليه وبضمن انه يعني تعيش لعمر اكبر. بلشت وانا عمري زي 25 سنه، جيت لي ابوي قبلي بتنسج، اجي واقعد مطرحي انسج مطرحي، كل ما تقوم اجي مطرحي، تقعد تكون علي، يما لا تخربي، قول لا يما ودي اتعلم، بدي اتعلم. ضليت اقول بدي اتعلم يبي نسجت نسج لحالي. ونسجت لحالي كان الناس تنسج بسطر نسجت بعشرة. النسيج صراحة يعني عملية صعبة جدا ومتعبة ومكلفة بنفس الوقت، بتاخذ وقت كبير وبدها إتقان، يعني ومش كل الناس بترغبها، خاصة يعني بغبها ناس يعني زي المصممين، مصممي الديكور، مصممي الفاشن، المهتمين بالتراث، بهذا التراث يعني بالذات، يعني بيطلبوا هذا النوع من النسيج. ولانه باخذ وقت طويل بالشغل فهو يعني ثمنه مرتفع شوي. هذا صعب ثمنه مرتفع.